دلوقتي حلقة جديدة يا جماعة من كريزي تاكسي وكاركتر جديد، ودينا بنلف في الشوارع اهو في انتظار ضحية. مساء النور والجمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش الو، ايه يا حبيبي؟ وانا اعمل ايه بس؟ والله العظيم الدنيا زي الزفت، مفيش شغل مريح تريحه ما يعلم بيها الا ربنا، اقسم بالله. طب وهي الحضانه دي عايزه كام؟ طب ما ينفعش نوديها حاجه حكومه طيب ولا اي حاجه؟ يعني ايه مفيش اماكن في الحكومه طيب؟ يلا مع السلامه حبيبتي. مؤاخذه يا باشا، والله الواحد ما بقاش فاهم يعمل ايه في الحياه وفي الدنيا. البنت الصغيره بتحط والله مش لاقيين لها مكان. مش لاقيين لها مكان في الحكومه كتير. مفيش، مش لاقيين ولا في الحكومه ولا غيره، ده احنا مش لاقيين غير في المستشفى خاصه وعايزين مبلغ وقدره. عايزين قد ايه كده يعني؟ اتكلموا في 7-8 آلاف جنيه يعني. والله العظيم والدنيا زي الزفت يا باشا. معلش يا باشا، يعني لو كنت انا يعني بتقل ولا بتكلم، بس الواحد بيفضفض والسلام يعني. ربنا معاك يا ابني، ربنا معاك. معلش. الذوق يا باشا معانا بأي حاجة. والله احنا ربنا نعلم في فلوس رايحين نستلفها من واحد. طب يا باشا لو فلوس رايحين تستلفوها وربنا يكرم، ما تشوفوا لي أي حاجة. مؤاخذة يعني، أنت زي أبويا. بقول لك هنستلف، احنا هنستلف. ما هو الدنيا يعني ايه الناس لبعضيها يا باشا؟ حتى لو انت هتستلف ما هتستلفك. ها؟ انا مؤاخذة ما اقصدش يعني العيب، ما تعناش على حاجة برضه يا باشا. اقسم بالله العلي العظيم الواحد ما عارف بيعمل ايه في البلد دي يا اخي. معلش والله يا ابني الظروف ربنا اللي يعلم. والله جهزها وربنا اللي يعلمك. مش بقول لك بنت يا باشا تقول لي بتجهزها، اقول لك ايه؟ يا ابني دي بنتك ودي بنتي. يعني حد من بعض. حبيبتي يا سامي الصغار، محدش حاسس بحد ولا حد حاسس بأي حاجة في الدنيا دي. ألو يا أبو عبيدة حبيب قلبي، أنت فين يا عالمي؟ تمام ماشي يا غالي، أنا هعدي أخدك في الطريق. ماشي حبيبي، يلا سلامة حبيب قلبي، سلامة غالي. بقول لي معليك يا معالي الباشا، انا هطلب بس منك خدمه لابنك. انت اضرب الظروف وسمعت الظروف بودانك. الراجل اللي هيركب ده انا عايزك بس انت تعززني عنده وتصدع على كلامي. ايوه هتكلم. يعني ايه اعززني يا باشا؟ هو دلوقتي راجل خليجي صاحبي، انا هتكلم معاه وبتاع واخد ولدي، يمكن يطلع منه حاجه لله عشان خاطر البيت. يا عم وليك نسبه عندي، اي فلوس على خدها منه ليك نسبه. معلش انت صدع على كلامي. الله يبارك لك. خلاص والله ماشي. الله يبارك لك يا عم. الله يبارك لك انت. ماشي اتفضل يا ابو عباده حبيب قلبي. حياك الله. حياك الله يا عم الناس يا عالمي. اتفضل ابو عباده حبيبي، وحشني والله العظيم. انا زي الفل والله. انت عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. ابو عباده الحمد لله يا رب دايما. الراجل ده بيشكر فيك قوي. اه والله العظيم ابو عباده ده من احسن الشخصيات اللي انا عرفتها في حياتي. لا واضح الرجوله والادب والله العظيم. ثلاثه ما احتجت له مره الا وكان واقف جنبي. الله يلا طول عمره. خيره عليا، خيره عليا اقسم بالله. الظروف زي الزفت اقسم بالله العلاوة. مالك حبيبي بس؟ ايش جرى؟ والله العظيم البت بنتي ماشي طالع على باب الله دلوقتي، جالي تليفون من الولية قالت لي البت والحضانة والفلوس والدنيا متكعبلة والواحد مش عارف يعمل ايه. لا لا اقسم بالله. وما بيتكلموش في 10 ولا في 20، ده بيتكلموا في 10,000 جنيه. حبيبي بدك قرشينات بدي اعطيها لك عادي. بذمتك يا باشا ما حصل الكلام ده قدامك؟ ايوه ايوه بالله أيوة عليك يا باشا. أيوة والله العظيم ابو عباد صايد. اه والله العظيم ثلاثة. حبيبي اتفضل. ربنا ما يحرمني منك، ربنا يبارك لك. روح يا آه شيخ، ربنا يكرمك ما يحرمك ويعود عليك الايام أيوة بخير، يجعل لك بكل خطوه سلام. ادل يا كريم باذن الله. انا هنزل هنا بدي انا. ايوه انا حاضر حاضر. اقف على جنب بس ابو عباده. اقف على جنب. انت بتتجهز؟ ما خلاص يا عم. في ايه يا عم؟ ولا حاجه يا عم. يا عم في ايه؟ مالك؟ ربنا يبارك لك يا حبيب ابو عباده. هكلمك بالليل حبيبي. حبيب ابو عباده يا عسل يا جميل.
اقسم بالله حبيبي. يا روح الروح، بقول لك ايه، جبرت النهارده والحياه قاشيه والدنيا زي الفل، هنسهر يا باشا. جهزي بقى دنيتك وحياتك وليلتك. هلا اللي فوق وصل ليه؟ طيب استني يا بت، هتسهر فين؟ هتسهر يا باشا بقى مطرح ما تسهر بقى. لا لا الا الله، انت هتبص لنا في السهره كمان؟ لا لا مش هبص يا عم، سيبني يا عم الله يصلح حالك بقى، نزلك التجمع ونخلص بقى يابا. والنسبة بتاعتنا احنا فين ان شاء الله؟ نسبة ايه بقى؟ مناسبة بقى، كل سنة وانتم طيبين. انا هنهزر ولا ايه؟ نعم نعم الله عليك يا اختي. فيها لا لا لا، اتكلم عدل، اتكلم عدل عشان ما اهزقكش. تهزق مين يا جدع انت؟ انا اللي بقول لك اهزقك. تهزق مين يا عم انت؟ مطرطش ولا ايه؟ بتوحد يا جدع، احترم نفسك واتكلم كويس. لا اهدى شوية، اهدى شوية. ده انت ليه الادب صحيح؟ انت طمعان. طمعان يا اخويا. فلوس طمعان. انت لو كنت قدمت السبت كنت لقيت الحد يا بيه. على ايه طالما معايا فلوس يا بني ادم؟ طب انت ما معكش فلوس، طب اعمل لك كده رزق البت يا عم. لا اله الا الله. كفايه ان انا كدبت يا عم، كفايه ان انا كدبت يا عم. انا لحست بقى. انا لحست الكلام. لا لا مفيش لحس يابا. يا عم انا لحست الكلام. هات يا عم الله يبارك لك. يا عم حلك من عليا النعمه، من نعمه ربي. لو الفلوس ما طلعت دلوقتي انا بهدلك وألم عليك الناس. تبهدلي ايه يا ماما؟ انت ليكي عندي حاجه؟ بقول لك هتزعل والمصر. والله انت اللي هتزعل وهتجيب ناس تزعل. طب انت ابني يا عم، انا محترم نفسي لحد دلوقتي. محترم نفسك؟ لا لا الله. ايه هتطلع ايه يا اخويا؟ لا يا لا هتطلع ايه يا روح امك؟ روح ام مين يا عم؟ روح امك يا عم. واحد الله يا عم، في ايه يا عم؟ يا جدع والمصحف هديك في وشك. يا عم ما تغلطش، انت راجل كبير. راجل كبير. بس الام الشبشب ده على دماغك وحنيتك. ايوه خلي لمت امك سودا. يا عم بس بقول لك ايه؟ يا جدع انت، بقول لك هتركب. جدع اتكل على الله بقى، وانت راجل كبير مش عايز اغلط فيه. مش هتعرف تغلط يابا، والمصحف ما هتعرف تغلط. يا عم ما تجننيش يا جدع، ورب الكعبه ما هتعرف، والمصحف ما هتعرف. يا عم يا جدع، يا جدع انت ما تخلينيش اغلط فيك يا عم. يا عم الله يخليك نزلني. ايه ده بس؟ ايه ده يا عم؟ مفيش ايه ده بقى. اهلا ونهزر والله فعلا. يعني نتمنى انك تشرفنا بانك تخلينا نذيع الحلقه. ذيع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ ايه بتاخد سكرين كده يا عم؟ لا 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 انا صوتي كده يا باشا. عاوز يا باشا. يا نوسة حبيبة قلبي. لا 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 لا، في قلبي انت جرانا يا نوسة. عليا الطلاق يا نوسة، ما معايا اجيب له بوسة. 7000 جنيه؟ اللي هتضرب 7000 جنيه؟ طب وانا اعمل ايه يا نوسة؟ لا اله الا الله. لا طب خلاص خلاص، هحاول اتصرف يا بنت. يلا سلام يا حبيبه قلبي، سلام. لا اله الا الله، مع السلامه، مع السلامه. لا اله الا الله. مؤاخذه يا باشا، معلش البنت تعبانه وطالع عينيها وما بتكلمني دلوقتي، محجوزه في الحضانه. يا باشا اعمل ايه؟ عليا الحرام. بص الادويه يا باشا، بص يا باشا الادويه، بص يا باشا، بص. جيب لها، لا اجيب لها ترامادول. طيب اجيب للبنت ايه؟ طيب عشان اجيب لها ترامادول اعمل ايه؟ باشا استاذن معاك يا باشا والنبي، ما تقف جنب اخوك، وقف جنب اخوك الله يبارك لك. وقف جنب اخوك يا باشا. هو الاخ ما بيشمش يا عم؟ الله يصح حالنا وحالك. انا عندي مشكله صغيره اقسم بالله. البنت في الحضانه، البنت في الحضانه وعايزه 7000 جنيه، اجيبهم منين؟ يا باشا الله يصلح حالنا وحالك، انا كل اللي عايزه. لا يا باشا، طب شوف لي، شوف لي 3000 جنيه والنبي يا باشا. 3000 جنيه والنبي يا باشا. يا باشا الله يصلح حالنا وحالك يا باشا والنبي. ابعت يا رب، ابعت. طب بقول لك يا باشا والنبي، انا في واحد صاحبي خليه بيرن عليا، انا اجيب اي حوار كده يا باشا، ما اعرف اهلم منه اي حاجه. انت بس انا هستشهد بيك، فانت زق معايا. لا اذا كده معلش يا باشا. ويا عم ليك نسبه لو ربنا كرمنا باي حاجه. خلاص
يا عم والله ليك نسبة. يا رب ابعت يا رب ابعت يا رب. الو ابو عبادة يا حبيب قلبي، انت فين يا عم الناس؟ يا نهار ابيض، يا نهار ده انت على طريق ابو عبادة. طب فين؟ عد اخدك يا حبيبي. انا دقيقة عندك، دقيقة واحدة بالظبط. يلا سلام ابو عبادة. معلم باشا احنا هناخده في طريقنا ماشي. يا باشا اللي ربنا يبعد بقى بيه، انت ليك منه نسبة بقى. اهو اهو ابو عبادة، اهو ابو عبادة يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي. فرج الله يا فرج الله. تعالى تعالى ابو عبادة، اركب يا حبيبي، اركب ابو عبادة، اركب ابو عبادة. ونجيك يا راجل، كنك كنك كنك. اقسم بالله نورت مصر ابو عبادة. ونجيك مالك يا فرفوش، مالك فرفوش؟ والله العظيم فرفوش. يا سيب يا بعدين فرفوش. والله البنت تعبانه وادويه والحاله دي تف، والمره لسه مكلماني دلوقتي اقسم بالله 7000 جنيه عشان الحضور. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كانك يا راجل. لا فلوس يا راجل، فلوس اخر حاجه يا راجل. ايه كانك يا فرفوش، اقسم بالله شبرك عليك حبيبي. ايه يا راجل خد يا غالي، اقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك. محتاج فلوس؟ لا محتاج فلوس. كانك يا راجل حبيبي. اضحك يا فرفوش يا اخي بس، اضحك يا فرفوش. اخي بس فرفوش بس ابو عبادة، فرفوش ابو عبادة. لا ده راجل حبيبي، ده راجل باشا والله العظيم. بص هو كان حاضر المشهد كله معايا والله العظيم. ده والراجل حاول يسأل الراجل ده 22000 جنيه. نزلنا هنا عشان لما مؤاخذه انت الصراحه يعني حرفوش. حرفوش وعباد، حرفوش وعباد. نزلني يا حرفوش. لا نورتني. اه يا حرفوش. لا لا على مالك، على مالك. فين ليه بس؟ ليه بس؟ سلام ابو عباده، سلام سلام ابو عباده، سلام يا حبيب قلبي. تعالى جنبي يا غالي، تعالى تعالى حبيبي، اتفضل يا باشا. تعالى يا باشا، تعالى. بسم الله صلاة على النبي يا عم. اتقل بقى بت نوسة، جبرت يا بت، جبرت احلى غمران. يلا جهزي الدنيا. ها الدنيا يا باشا، اسمع بقى، اهدى علينا بقى. ده الواحد كانت ناشفه عليه الحياه اقسم بالله. يلا حبيبه قلبي، سلام يا روح قلبي، يا روح الروح، يا قلب القلب. هو انت مش بنتك؟ يلا سلام سلام. هو مش بنتك؟ وحيد الله بقى، بنت بتموت اما ربنا كرمنا وجبر. ده يا بنت فين؟ اتكلم عادي. ايه يا عم في ايه يا عم؟ عم ايه يا عم انت بتقول لي؟ عم ثواني يا بابا. عم ايه يا عم انت؟ هات بس شوف ال انت لو ما تغلطش حالا ما تشوفش ايه اللي هيحصل. ايه فلوس؟ ايه فلوس يا ابو فلوس؟ فلوس يا عم منام. انت مش قايل الكحول ده هيجي ويجيب ب 10000 جنيه ولا اكتر ولا ايه؟ يا عم اداني للدايو. يا عم انت ايه بالصدق؟ وانت اي حاجه تقال لك كده الصدق هو؟ لا والله. اه والله. ايه يا عم في ايه؟ رايح النوسه ورايح النوسه. رايح النوسه يا عم، انت سامع كل حاجه. والحمرا والازرق. بس يا بنت تقعد يا بنت، انت ساكته يا بنت. انت يا عم انت مالك؟ انت ما بتقولهاش يا بنت. انت بتمد ايدك تعبيط يا عم ولا ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ عبيط مين يا ده ابن العبيط؟ مين اللي ابن عبيط يا جدع؟ اوعى يا جدع، انت عبيط ولا ايه؟ انت حرامي ولا ايه؟ اوعى يا جدع، اوعى يا جدع، ايدك انت مجنون. انت بتقول ايه يا ابني؟ مين اللي ابن ست؟ انت حرامي على اكتر انا اكتر عليك يا ابني. حرامي ونصاني يا ابني. يا ابني يا ابني اوعى ايدك الفيوت الحلال من دي. ولا ولا اوعى يا حراميه يا اولاد. ولا مين الولا؟ انا مسجل خطر يا مين اللي ابني؟ اقول لك ايه؟ طب انا هريح هريحك. شايف شايف دي؟ هوب خد يا خد يا دارت اللي حراميه يا اولاد. خد يا اولاد، خد يا بنت، خدوا يا اولاد. طب ايه ده بقى؟ خد يا ابو حرفوش يكلم. بقول لك ايه، احنا بنهزر. تعالى تعالى، ده مقلب 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 مقلب. صباح الفل. نزيع ولا نزيع؟ هنطلع بنشتم ونعمل حاجة دي؟ لا مفيش الكلام ده. انتوا شرفتونا ونورتونا ونورتوا كريزي تاكسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورك زي اللبن الحليب يا باشا. يا استاذ يا رب، انا كنت خايف منه والله العظيم، اللي كنت خايف منه. رد خير باذن الله. ايه يا حبيبة قلبي يا بت، عامل ايه؟ يا دين النبي يا امه. طب والعمل يا بت؟ طب اعمل، طب اهدي بس، ما تصوتيش بقى، ما تهدي عشان معايا زباين. انا معايا زباين،
الله لا اله الا الله لا اله الا الله. طب خلاص سلام سلام، هحاول اتصرف. لا اله الا الله. مش عارف، البت تعبانه باشا، البت تعبانه باشا، البت في المستشفى باشا، وعايزين 7000 جنيه عشان احضرها واعمل ايه؟ طب انا اجيب منين يا باشا؟ انا شغال لي النهار شقيان اقسم بربنا. معاك يا باشا منى يا باشا، سق مع اخوك يا باشا. مازل سق معايا يا عم، شوف لي معاك 3000 جنيه اقسم بالله العظيم. انا لو معايا كنت زقيت معاك ومع نفسي يا باشا. 3000 جنيه ولا حاجه يا باشا. يا باشا ده التعامل قصه بالصلاه على النبي، دافع فيها شيء. انا حقيقه اشكك لسه، حقيقه عند نونا اشكك. شكك نونا مين يا باشا؟ اقسم بالله انت ما يغركش القميص والبنطلون يا باشا. اقسم بالله ده منظر بنطلون يا باشا، بسم الله ما شاء الله عليك. اقسم بالله يا باشا ده انت يعني شكلك يعني ايديك مشققه اهو يعني، بسم الله ما شاء الله. طب يا كسيب بس ما كسيب، اقسم بالله بسم الله ما شاء الله. اللي بجيبها على قدي والنبي عشان خاطر يا باشا. موسى موسى ربنا ربنا يستر يا راجل كويس يا باشا. بص ايدك والنبي يا باشا، والنبي يا البت بتروح مني، البت بتروح مني، البت بتروح مني، البت بتروح مني. حد ابعت لي يا رب يا فرج الله يا فرج الله. ابو عباده ابو عباده يا رب يكون في مصر الو. ابو عباده يا حبيبي يا غالي، وينك يا ابو عباده يا جميل؟ انت دقيقه بقى عندك، دقيقه بقى عندك يا حبيبي. اقول لك يا باشا هطلب منك حاجه عشان الراجل ده بس ما بيصدقنيش على طول. انت زق معايا اليوم، ويا عم لو ربنا كرمني وطلعت منه بمصلحه انت زق معايا، ويا عم ليك نسبه. بس انت شاهد اهو، انت شاهد على المكالمه وشاهد على السلام وعارف ظروفك. الله يبارك لك يا باشا، الله يبارك لك. اهو ابو عباده اهو، يا فرج الله يا فرج الله. حبيبي حبيبي يا ابو عباده، حبيبي حبيبي يا ابو عباده، كانك يا الغالي. حبيبي يا ابو عباده، حبيبي اقسم بالله يا عبد الله. حبيبي ابو عباده والله العظيم. ابو عباده يا حبيبي، مالك يا ابو عباده؟ اقسم بالله ما ربنا عالم بظروفي، ده انا متكحول والله العظيم. ليه حرفوشي عندي والله العظيم؟ بص الادويه للبت والدنيا بايظه، اقسم بالله ما عارف اعمل ايه. ده حرفوشي ده، انا والله العظيم فرفوش. بس اعمل ايه؟ مفيش فلوس، انا مش فرفوش. فلوس يا راجل، فلوس اخر حاجه يا حرفوشي. بص يا ابو عباده، ادويه البت لسه امها بتكلمني دلوقتي. اسال الباشا اهو، اسال الباشا اهو. والله العظيم ده والله من كتر حزن عليك انت عارف نفسي متاكل. لا يا عم الله يكرمك. ليه يا عم؟ والله العظيم ثلاثه البت في الحضانه المره لسه بتكلمني بتقول لي عايزين يجي 20000 جنيه. والله 20000 جنيه يا راجل؟ كام اهو اساله؟ قالت كام؟ قالت كام يا راجل؟ 20 قالت كام قدامك؟ خد يا راجل. قالت كام؟ طب قالت كام اهو؟ يا بركه الله. قالت كام؟ قالت كام؟ قالت كام؟ طب بالزمان قول قول والله قالت 20. والله العظيم قالت 20000. قول والله العظيم قالت 20000 اهو. هو بيحلف بالله ابو عباده. يا راجل اقسم بالله اللي انت عايزه نزلني يا راجل. انت كويس لا لا ما خليك نزلني. اعد عليك بالليل، اعد عليك بالليل بالليل ونعناشه. ها سلام ابو عباده، مع السلامه يا حبيبي. مع السلامة أبو عبادة، مع السلامة. سلام أبو عبادة، أنت حظك من السماء. كرم الله، استنى بقى استنى عشان البت كده إيه. حظك من السماء. الحمد لله أقسم بالله ربنا كريم. عندك أبو عبادة. يا عم ده كرم من الله. طب إيه يا اسطى؟ إيه يا نوسة؟ إيه يا نوسة يا حبيبة قلبي؟ بقول لك يا بت، جهزي حمادة الرايق واظبطي الدنيا والحياة حلوة وجبرت معايا النهاردة أبو عبادة. أنا عايز الليلة مش تبقى حمرا، أنا عايزها تبقى برتقالي. انا بحب الاورنج، اديني اديني صوت بالحساس. يلا سلام سلام يا روح قلب حبيبي. لا معايا زبون كده كتيان على طياره واجي. يلا سلام. فين اللي انت اتفقت عليه معايا؟ اتفقت عليه يا عم. انت مش قلت لي ساعدني وبتاع مع نسم بالنص وانا هرعيك؟ انت منهم اللي بيبصوا في رزق الناس. انا ما ببصش في رزق حد. بقول لك ايه، هش السلعه. ما تقوليش هش السلعه، هش هش شويه على نفسك. رعيني تلاقيني يا جدع، اتكل على الله. انا مفخرك اركبه. على انت اعلى مفخير اللي هركبه. تصدق تقول لي انا عمري تعرض حالي يا جدع؟ ايه طب وقف يا ابني. مين يا ابني بتغلط في مين؟ بقول لك وقف يا عم. وقف يا دعيب يا عم. وقف، هديك السحلول يا عم. وقف، هديك المغلفه في وشك. ما تعرفش ولا انت ولا الحلميه دي. طب وقف بدل ما اوقفك انا. توقف مين يا جدع؟ ليه يا جدع؟ يا جدع هيحلك مين؟ يا جدع هيحلك مين؟ ما تبصليش كده يا جدع. ولا والله بقول لك يا جدع. ايه ده يا جدع؟ يا جدع يا جدع على عبلك، يا جدع على عبلك. يا اقفل الباب كده، اقفل الباب، اقفل الباب. اهرب يا اهرب يا على طول. ده مقلب، ربنا ما يحل. ده ايه ده؟ ده مقلب، مقلب مش هحل. ده مقلب حبيب صاحبي، ربنا ما يحل. مقلب بص، وربنا ما يحل. مش مش هبص، وربنا ما يحل. لا يا جدعان، لا يا جدعان، والله العظيم ما هيحصل. والله لا والله مش هحل. ده مقلب، 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 روح روح.
نزيع ولا ما نزيعش؟ زيع يا عم.